بسم الله الرحمن الرحيم. الفيستولا، الفيستولا من المواضيع السهله، مذاكرتها سهله، ورقه وش وظهر بس تخلص فيها. الفيستولا مش روتين انها بتيجي، بس لو جت زي ما جت في 2019 سؤال بثلاث درجات مع ثلاثه ام سي كيو، وحده اولى اسم 10 جالهم قبل كده تو اوبريشنز لعلاج الفيستولا، فتزعل 8 9 درجات في ورقه ونص تزعل. طب ليه؟ هي بس الفكره انها مش روتين انها بتذاكر، بس احنا هنذاكرها ان شاء الله. الفيستولا الانكونتيننس الاولد برينيال تير ان شاء الله هعمل لهم تسجيل باذن الله، بحيث ان الكلام فيهم سهل وبسيط ومش مطلوب اكتر من ورقه او من الورقه وش وظهري. مش مهم انك تزود كلام على نفسك، كلام بس فرغه من الورقه دي، حطها في نفس كلام الكتاب بالظبط، مش اصلا من الكتاب بس مجمعه، علم بس عليه في الكتاب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الفيستولا اول حاجه خالص، يعني ايه كلمه فيستولا كجراحه؟ الفيستولا عباره عن كوميونيكيشن بتوين تو كافيتيز، كافيتي وكافيتي فتحوا على بعض يعملوا لي فيستولا. طيب يعني ايه كلمه جينيتو يورينري فيستولا؟ حدد لي الاثنين كافيتي. اي اورجان من الجينيتال سيستم هيفتح على بارت من اليورينري تراكت مع بعض الكوميونيكيشن هيعملوا لي فيستولا. طيب اول سؤال خالص، يبقى التعريف عباره عن ابنورمال كوميونيكيشن بتوين الفيميل جينيتال تراكت او الفيميل جينيتال سيستم مع اليورينري تراكت. طيب كلاسيفيكيشن، مفيش سؤال في الامتحان هيجي اسمه كلاسيفيكيشن، يعني مش هقول لك كلاسيفاي الفيستولا. ليه؟ لان انا لو فتحت اي اورجان من فوق لتحت، من تحت لفوق كده، فتحت اليورينري بلادر، فتحت اليوريتر، فتحت اليوريثرا على الفاجينا، عملت كده فيستولا. انا مش ده السؤال. امال السؤال ايه المهم؟ الموست كومن عشان الام سي كيو، ذا موست كومن فيستولا موجوده في الفيميل جينيتال تراكت ممكن تحصل هي الفازايكو فاجينا، الفيستولا اللي ما بين اليورينري بلادر وما بين الفاجينا، علم عليها ده الموست كومن. طيب في الكتاب اللي هو الاصفر ده كان في سؤال تاني بيقول لك السكند موست كومن، السكند موست كومن هي اليوريترو فاجينال، اليوريترو فاجينال. طيب يبقى اي اورجان هيفتح على اي اورجان، اي اورجان من الجينيتال تراكت مع اي اورجان من اليورينري تراكت يفتحوا مع بعض يعملوا لي فيستولا. اشهر واحده الفازايكو فاجينال، تاني واحده اليوريترو فاجينال. سؤال الكلاسيفيكيشن مش عايزه، شكرا خلاص. طيب الايتيولوجي، لا بالراحه بقى كده. اولا الايتيولوجي كاسباب كبرود كده، يعني اهم حاجه الصوره من بره، انا مش عايز تفاصيل، الصوره من بره. الايتيولوجي بتاع الفيستولا اسبابها الاستمه بتاعتك عادي خالص 60 كونجينيتال انفلاماتوري تروماتيك ايرنيوبلاستيك وزود اراديشن، خلاص. اللي مشروح بالتفصيل ايه؟ التروماتيك، يعني اللي مشروح الموضوع الكبير اللي مشروح في الايتيولوجي بتاع الفيستولا هو التروماتيك. كل ما قبل التروماتيك عناوين بس خلاص. طيب نخلص من الفكره كلها، يعني انا همشي زي ما انا بقى مسكن في الورق بحيث ان الكلام يبقى كله على بعضه. طيب كونجينيتال انفلاماتوري نيوبلاستيك راديشن تروماتيك، كونجينيتال دارير هو اصلا اوريدي البيشنت مولوده بكونجينيتال فيستولا مولوده، زي مثلا فازايكو فاجينال فيستولا اللي احنا قلنا ان هي اشهر فيستولا موجوده، او يوريترو فاجينال فيستولا، ودي بتبقى ناتجه عن اكتوبيك يوريتر. ما يلزمنيش يوريتر جاء موجود زياده او موجود فاتح في مكانه غلط، فاتح في الفاجينا بدل ما يفتح في مكانه الطبيعي، ما يلزمنيش مش مشكله، اهم حاجه ان كونجينيتال. في سبب اسمه كونجينيتال، في سبب انفلاماتوري، اشهر انفلاميشن يعمل كده البلهارسيا، او كان عندك مثلا حاجه زي بلفيك ابسس كبير وطول عمل نيكروزس وطول ففتح فيستولا، ما يلزمش. نيوبلاستيك اي كانسر، كانسر بلادر، ما يلزمش. الراديشن فيها معلومه حلوه، ارخم نوع فيستولا في علاجه، ارخم نوع فيستولا في استجابته للعمليات، وساعات ما ينفعش انه يخش عمليه وبياخد وقت جامد جدا 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 في العلاج، وساعات اصلا ما بيتعالجش، هو الفيستولا الناتجه عن ايراديشن. واحده كانت بتتعرض لاشعاع، الاشعاع ده عمل لها فيستولا، الفيستولا بتاعتها دي بتبقى رخمه، بتاخد علاج وبتطول. اشمعنى؟ علشان خاطر الايراديشن بيعمل اند ارترايتس اوبليترانز، البلاد فيزلز اللي بتغذي المكان ده كله بتصغر تصغر تصغر تصغر. طيب البلاد فيزلز اللي يحصل فيها اوبليتريشن دي القصه كلها، انا لما اجي ادي لها علاج، او لما اجي لما ادي لها علاج مش كفاءته مش هتشتغل كويس، ولما اجي اعمل فيها عمليه الهيلينج هيبقى ضعيف جدا والفيستولا ترجع تفتح تاني، فده اوحش نوع اسمه الايراديشن. طيب ثم التروماتيك اللي هيتشرح، يعني ايه كلمه فيستولا؟ جينيتو يورينري فيستولا كوميونيكيشن بتوين الفيميل جينيتال سيستم واليورينري تراكت. كلاسيفيكيشن اي اورجان يجي في دماغي يفتحه مع الفاجينا، بس الموست كومن از فازايكو فاجينال فيستولا. الاسباب استامبا كونجينيتال انفلاماتوري ايراديشن نيوبلاستيك تروماتيك، والتروماتيك اللي مشروحه بالتفصيل. نيجي على التروماتيك. طيب التروماتيك فيستولا كام نوع؟ ثلاث انواع. يعني التروماتيك فيستولا ثلاث انواع، دي مهمه بقى. كام نوع تروما ممكن يعمل لي فيستولا؟ ثلاثه، اوبستاتريك تروما، جاينيكولوجيكال تروما، ودايركت تروما. ابدا بالسهل، دايركت تروما، واحده عملت حادثه، دايركت واحده عملت حادثه، فالحادثه دي قامت فتح لها
تراكت ما بين الفاجينا وما بين اي حاجه تاني، تعمل لي فيستول اكستنت، شكرا خلصت. طيب يبقى لي اوبستاتريك تروما وجاينيكولوجيكال تروما. السؤال الاوبستاتريك تروما دي يعني في العمليات مجهزه حاجه بقى اوبستاتريك، ازاي واحد يبقى داخل يعمل عمليه اوبستاتريك والاوبستاتريك دي يحصل عنها تروما؟ دي ما تحصلش غير في حالتين، واحد مهمل او واحد غشيم، يعني دكتور مهمل او دكتور غشيم ده اللي ممكن يعمل لي اوبستاتريك تروما. طيب السؤال لازم اعرف مين هم في الاثنين دول او مين في الاثنين دول، ذا موست كومن ان ديفلوبينج كانتري ومين وايه الموست كومن في الديفلوبد كانتري، ايه اللي بيحصل في الدول المتاخره وايه اللي بيحصل في الدول المتقدمه بالمنطق، مين المهمل والغشيم ده هيبقى عندنا احنا. فالاوبستاتريك تروما اللفه الكبيره دي من الاخر، اللفه الكبيره دي عشان خاطر الاوبستاتريك تروما في الديفلوبينج كانتري والجاينيكولوجيكال تروما في الديفلوبد كانتري عشان بتيجي في الام سي كيو كتير. شكرا. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم بالاوبستاتريك تروما. قال لك والله الاوبستاتريك تروما دي ذا كومنست كوز في الديفلوبمنت كانتري، خلصنا منها. طيب قلنا اللي يعملها واحد مهمل او واحد غشيم، واحد غشيم ازاي؟ اللي هي اسمها تروماتيك فيستول. خد بالك عشان اللفه لفه كده، في اتنين تروماتيك كده في الموضوع، هما كانوا تروماتيك، التروماتيك دي تنزل منها تلات عناوين، في حاجه اسمها اوبستاتريك تروما، جاينيكولوجيكال تروما، دايركت تروما. خلصنا من الدايركت تروما وقلنا ان الدايركت تروما دي اللي بتحصل في خلال الاكسيدنت، وبعدين قلنا في عندنا اوبستاتريك تروما. الاوبستاتريك تروما دي عباره عن حاجتين، الغشيم والمهمل. مين الغشيم؟ واحد دخل يعمل تروماتيك انجري في اوبستاتريك سيرجري. ازاي؟ واحد مثلا داخل بيعمل سيزريان سكشن، المفروض في الالات في حاجه اسمها الدوينزر تراكتور. ايه الدوينزر تراكتور ده؟ عباره عن ريتراكتور واخد كيرف كده معين بيتحط عشان خاطر يبعد البلادر وهو بيدايسكت في اليوترس او بيفتح اليوترس. غشيم بقى دخل جامد لا دوين ولا زفت، قام داخل فتح بيبص فتح الجدار على الجدار عمل لي فيستولا محترم. يبقى ده رقم واحد وهو في سيزيريان سيكشن. او رقم اتنين فاجينال. ازاي؟ اللي قادر على التحدي والمواجهه، الحوض، الحوض بتاعها يقدر، هي تقدر. هي اصلا المفروض الست ما كانتش تولد فاجينال دليفري، كانت المفروض تولد سيزيريان. الدكتور اتغاش ولدها فاجينال. طيب الرسمة بتطلعش، بيخش بفورسبس، بيخش بانسترومنتال دليفري، دخل جام غشومية جامدة. المهم وهو بيعمل انسترومنتال دليفري عمل فيستر. تمام. طيب بعد كده رابشر يوترس، نفس الفكرة بالظبط، الطلق جاي عليها، خدت مسكنات في مسكنات، ما عادش عارف ان هو يعرف بالظبط ميعاد الولادة الى اخره، دخلت منه برابشر يوترس. لاي اسباب من اسباب رابشر يوترس؟ موضوع رابشر يوترس من الموضوع المهم جدا وبتيجي على طول في الامتحان. تلات اسباب دول الدكتور الغشيم، اللي هم واحد ديورنج سيزيريان سكشن، اتنين ديورنج الفاجينال دليفري ولكنها كانت انسترومنتال، تلاته في الرابشر يوترس. طيب المثال التاني بقى هو مين هو المهمل؟ ايه قصه المهمل ده؟ النيكروتيك فيستول. ازاي؟ في نوع من انواع الولادات وده برضو من العناوين الجديده المهمه اسمه الاوبستراكتد ليبر. قصه الاوبستراكتد ليبر دي عباره عن ولاده مطوله جدا جدا جدا، راس الواد ركنه كتير، الست تقول لك بولد بقالي يومين، فراس الواد ركنه ما بين الفاجينا يعني ركنه كده من ورا على الفاجينا والبيس بتاع البلادر كومبريسد كمان ما بين عظمتين الفيتال هيد والسيمفيس بيبس قدام. المهم البلاد سبلاي قليل، فيحصل نوع من انواع النيكروز اسمه اسكيميك نيكروزس. التشو بيبقى ديفيتالايزد ووحش كده. نتيجه للي بيحصل ده بقى، نتيجه للي بيحصل ده ممكن تتكون نوع من انواع الفيستول اسميها نيكروتيك فيستول. طيب ازاي بقى افرق ما بين، ايه الفرق ما بين نلم بسرعه معلش انا اسف الاول، يعني ايه كلمه جينيتو يورينري فيستول؟ هي عباره عن كوميونيكيشن بتوين في ميل جينيتال تراكت واليورينري تراكت. طيب سؤال الكلاسيفيكيشن قلنا اهم حاجه ذا موست كومن از فازايكو فاجينال. طيب ايه هي الايتيولوجيكال ستامبا؟ كونجينيتال انفلاماتوري تروماتيك نيوبلاستيك ايراديشن، واشهر واحد والوحيد اللي هيتشرح هو التروماتيك. طيب ايه هما التروماتيك؟ اوبستاتريك تروما، جاينيكولوجيكال تروما، دايركت تروما. قلنا الدايركت تروما واحده عامله حادثه. طيب الفرق بين الاوبستاتريك تروما والجاينيكولوجيكال تروما كان عباره عن واحده في الديفلوبينج كونتري، الاوبستاتريك تروما في الغشيم والمهمل، والجاينا كانت في الديفلوبد كونتري. طيب الغشيم اللي هو تروماتيك، واحده داخله تعمل سيزيريان سيكشن او فاجينال دليفري بس بانسترومنتال دليفري او رابشر يوترس. طب النيكروتيك في حاله الاوبستراكتد ليبر واحد سابقها كتير اهملها. طيب ايه الفرق بقى بين التروماتيك فيستولا والنيكروتيك فيستولا؟ يعني ازاي افرق ما بين، عندي ستتين، واحده منهم دخلت او ست دخلت تعمل عمليه
طلعت بيورينري انكونتيننس. ازاي اعرف هل كانت المشكله بسبب تروماتيك انجري ولا الفيستولا بسبب اوبستراكتد ليبر؟ يعني لما اطلع اقول للاهل اقول لهم والله مش بايدي، ده راس الودكه الكبيره هي اللي ضغطت على الام، فلما ضغطت على الام حصل اوبستراكشن، فالاوبستراكشن ده اللي بوظ التيشو فهو اللي عمل الفيستولا، ولا انا اللي اتغبيت وانا اللي عملت الفيستولا؟ الفرق بينهم التوقيت ازاي؟ لا بالمنطق، تروماتيك انا اللي فاتح ساعتها، انا اللي قمت هابش البلادر بالنشط فحصل انكونتنس ايميديت انكونتنس. انما التانية ان كروزز ده مش هيحصل في ساعتها، لا ده بياخد على الاقل 4-10 ايام افتر دليفري. خلاص الكيس دي موجوده تمام. واحده عندها 34 سنه مالتي بار، جايه بايه؟ جايه بيورين انكونتنس لما اعمل سيبريشن للليبيا. شفت بقى الكلمه، خد بالك بيقول لك 1 ويك افتر سيزيريان سكشن. لو عينك لقطت سيزيريان سكشن وسكتت انت هتكتبها تروماتيك؟ لا، هيبقول لك 1 ويك 1 ويك 1 ويك يبقى اوف اوبستراكتد ليبر في الاخر، يعني زيرو اوف اوبستراكتد ليبر. طالما اسبوع يبقى ده نيكروتيك فازايكو فاجينال فيستول. خلص شكرا. ده جزء الاوبستاتريك تروم. امال جزء الجاينيكولوجيكال تروم ده فين؟ ده في الديفلوبد كانتري. عمليات اي، اكتب كده جنبها عمليات الجاين. زي ايه؟ واحده داخله تعمل عمليه بورلابس فانا برجع البورلابس فاجينالي فانا ممكن افتح لها البلاتر. واحده داخله تعمل هيستريكتومي باي نوع من انواع الهيستريكتومي، ابدومينال فاجينال لابروسكوبيك. واحده داخله تركب بيسري وحطت البيسري وكان في شروط للبيسري المفروض يتغير بعد كل شهر وتجيب مقاس اكبر، او ممكن كل 3 شهور لو اتوس أو أو, او 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 كان عباره عن انديكيشن كده بتعمل للبيسري. لو الست سايباه نيجلكتد بيسري وما كانتش عامله متابعه بتدخلها في جاينيكولوجيكال تروم. طيب ملخص الكلام، الفيستولا كوميونيكيشن بتوين تو كافيتيز، الجينيتو يورينري فيستولا عباره عن كوميونيكيشن بتوين فيميل جينيتال تراكت واليورينري تراكت. كلاسيفيكيشن قلنا مش هنحفظه، اكوستيك كلاسيفيكيشن والله اشهر حاجه الفازايكو فاجينال فيستولا، تاني حاجه اليوريترو فاجينال فيستولا، الاسباب كونجينيتال انفلاماتوري نيوبلاستيك راديشن تروماتيك اللي هيتشرح تروماتيك. طيب مين اوحش واحد فيهم؟ كان الايروديشن. اشمعنى؟ عشان الاندو ارتريتس اوبلي ترانز، ده بياخد وقت جامد. طيب بعد كده بنتكلم عن ايه؟ بعد كده بنتكلم عن انواع التروما. قلنا انواع التروما حاجه من ثلاثه، اوبستاتريك تروما، جاينيكولوجيكال تروما، دايركت تروما. الدايركت تروما دي في حاله الاكسيدنت، واحده عملت حادثه. طيب الجاينيكولوجيكال تروما والاوبستاتريك تروما، الاوبستاتريك تروما دي كانت فين؟ في الديفلوبينج كانتريز. امتى؟ مع الغشيم والمهمل. مين الغشيم اللي عمل تروما؟ ازاي؟ في السيزيريان، في الفاجينال، في الرابشر يوترس. طب مين المهمل؟ النيكروتيك بتاعه اوبستراكتد ليبر، سابها كتير اهملها لحد ما حصل اسكيميك نيكروزس. طيب امال الجاينيكولوجيكال في العمليات بتاعه الجاين، عمليات البورلابس، عمليات الهيستريكتومي، ابدومينال او فاجينال او لابروسكوبيك، او نيجليكتد بيسري. خلاص تمام. تمام كده خلصنا عنوان التعريف، عنوان الكلاسيفيكيشن، ايه اللي هي الاسباب. نخش خلاص، ما عندناش غير دايجنوزس وتريتمنت. الدايجنوزس بتاع الفيستولا بينقسم الى 3 حاجات، سيمتومز، اكزامينيشن، انفستيجيشن. وكل حاجه من الثلاثه عايز اعرف عنها 4 كلمات سريع كعناوين. عناوين الست اللي جايه لي بالفيستولا دي هتيجي تشتكي لي من ايه؟ قال لك والله الست اللي هتيجي تشتكي لي من الفيستولا دي بتيجي تشتكي باربع شكاوى، بول خارج، دم خارج، تأثير جسدي للي حصل، وتأثير نفسي للي حصل. ازاي؟ بالمنطق، احنا كل اللي بنتكلم فيه انه يحصل انكونتنس، فاول سيمتومز هتيجي تشتكي لك منها هي الانكونتنس بمنتهى البسيطة خالص. القصة كلها ايه في قصة الانكونتنس؟ انا عندي فتحة حصلت ما بين اليورينري بلادر وما بين الفاجينا، فاليورين متجمع فين؟ متجمع في اليورينري بلادر. اليورين بقى بيقف كده ويقول لنفسه سؤال، انا ايه الغباء ده؟ انا ايه اللي طلع لي ان اليوريثرا الضيقه؟ طب ما اطلع من الفاجينا الواسع. فيحصل انكونتنس. والانكونتنس هنا لحد ما ناخده في الريكورد الجاي، الانكونتنس منه نوعين، في نوع اسمه ترو انكونتنس او كومبليت انكونتنس على طول شغال شغال شغال، وفي نوع اسمه بارادوكسيكال او انكومبليت. وهنا مش عايزك تعرف غير الاسمين، ان في نوع اسمه كومبليت ونوع اسمه انكومبليت. بالعقل الكومبليت هتنزل على طول، انما التاني مش هتنزل على طول. شكرا. يبقى اول حاجه خالص بول خارج، تاني حاجه دم خارج. دم خارج ده اللي يعبر عن كلمه ايه؟ مينو يوريا. يعني ايه؟ سايكليك هيماتوريا. يعني ايه؟ الست ساعه البريود ينزل شويه بلد اثناء اليورينيشن. جايين منين؟ جايين من اليوترس. طب وصلوا للبول ازاي؟ عن طريق اليورينري بلادر.
ليه؟ عشان في فيستولا مفتوحه بين الاثنين. حاجتين حاجتين يعملوا سايكليك هيماتوري مينو يوري. ايه هما؟ واحد دي ودي منطقي وبتتجاب، التانية صعبة شوية اللي هي لو في اندوميتريوزس جوه اليورينري بلادر. يعني حصل اندوميتريوزس عبارة عن بطانة الرحم المهاجر، واحدة حتة من بطانة الرحم قامت جاية مهاجرة رايحة اليورينري بلادر، فالحتة دي بترسبوند للهرمونال اكسس بصفة عامة نفس فكرة الاندوميتريوم، فبتخش بنفس مراحل المينستريويشن سكريتوري فيز بروليفريتيف فيز الى اخره وتعمل منستريويشن. فدي الحاجتين اللي ممكن يعملوا سايكليك هيماتوري. رقم واحد بول خارج انكونتيننس، رقم اتنين دم خارج مينويوريا، رقم تلاتة تأثير جسدي للي حصل ده. ازاي بقى التأثير الجسدي اللي هيحصل ده يحصل ليه؟ قال لك التأثير الجسدي والله بمنتهى البسط خالص، عشان خاطر الكونتاكت الكتير بتاع اليورين على الفالفا من بره، فبيعمل بريرايتس، بيعمل ليكوريا، ممكن يعمل شويه سورنس كده الى اخره. ثم التأثير النفسي، واحدة بقى عمالة كل شوية عندها انكونتيننت انكونتيننت، ممكن تكون واحدة صغيرة مثلا كانت لسه اول سيزيريان ليها او داخلة في اوبستراكتد ليبر، غالبا ممكن تبقى مثلا برايمي الى اخره، فليها سوشيال وايموشنال طبعا ديستربنس كبير. خلاص، في حاجة اسمها الدبل ستريم، ده يعني بتتزود كده بس تبقى في الدماغ عشان ام سي كيو. ايه الدبل ستريم دي؟ في حالة اليوريثرو فاجينال فيستول، اليوريثرا فاتحة على الفاجينا، فاليورينال بلادر لما تعمل جش يحصل اليورين يمشي هنا حبه ويمشي هنا حبه، فيعمل دبل ستريم. دبل ستريم تقول لك في دبل ستريم بيحصل يا دكتور وانا بعمل يورينيشن، ويحصل شويه دريبلنج بعدها لان الفاجينا ما فيش فيها كنترول، انما اليوريثرا اللي فيها سفنكتر مش مشكله. يبقى السيمتومز كان اربعه، بول خارج، دم خارج، تاثير جسدي، تاثير نفسي. تسمح لي عيد من الاول في ثانيه، يعني ايه كلمه فيستولا كوميونيكيشن بتوين تو كافيتي جينيتو يورينري فيستولا؟ هي عباره عن الفيستولا اللي كانت ما بين الفيميل جينيتال تراكت واليورينري تراكت. الكلاسيفيكيشن بتاعها اشهر واحده كان اسمها فازايكو فاجينال فيستولا، اسبابها كانت استنبع عاديه خالص. مين اللي بتشرح فيها؟ التروماتيك. التروماتيك كان كام نوع؟ كانوا ثلاثه، اوبستاتريك جاينيكولوجيكال ودايركت. الدايركت دي بتاعه الحادثه، الاوبستاتريك كانت بتحصل في الديفلوبينج كونتريز، كان عباره عن حاجتين الغشيم والمهمل. الغشيم دي اللي هي كانت التروماتيك فيستولا اللي بتحصل في سيزيريان سيكشن او في فاجينال، وكان معاه انسترومنتال دليفري او فرابشر يوترس. النكروتيك دي اللي كانت بتحصل في حاله الاوبستراكتد ليبر. الجاينيكولوجيكال تروما دي اللي كانت بتحصل في العمليات، اي عمليه موجوده، برولابس، هيستيركتومي، واحده كانت مركبه بيسري وكان نيجليكتد. طيب بعد كده بنتكلم عن الدايجنوزس. قلنا الدايجنوزس عباره عن سيمتومز واكزامينشن وانفستيجيشن. خلصنا من السيمتومز اربع كلمات، بول خارج، دم خارج، تاثير جسدي، تاثير نفسي. طيب اكزامينشن، الاكزامينشن برضو اربع حاجات، انسبكشن، بالبيشن، سبيكولم، وتست. الانسبكشن، انا ممكن اعمل سيباريشن الليبيا الاقي البول بيحصل له دريبلينج. طب ما لقيتش البول الاقي علاماته، ايه العلامات؟ فوسفات كريستالز، ما الفوسفات سولت موجوده وبتنزل وبتترسب وفي دريبلنج كتير وبيحصل استيزس، فلما الاقي البول او الاقي علاماته. طب بالبيشن، ممكن امد صباعي الاقي الفايبرس اوبننج، الفايبرس اوبننج كامله، يعني ادخل ايدي من الفاجينا اعمل لها بي في احس فايبرس اوبننج. الفايبرس اوبننج دي بتاعت ايه؟ بتاعت التراكت اللي تكون، ما هي فيستولا اللي هي تراكت، بتاعت التراكت اللي تكون ما بين سي مثلا اليورينري بلادر مع الفاجينا. ثلاثة سبيكيولم، احنا كده خدنا آلتين. كان في آلة اسمها دوينز ريتراكتور. ايه قصة الدوينز ريتراكتور ده؟ الدوينز ريتراكتور ده عبارة عن آلة بستخدمها علشان خاطر وانا بعمل السيزيريان سيكشن، ليها كيرف معين كده، وانا بعمل السيزيريان سيكشن علشان خاطر ابعد اليورينري بلادر عني فما ادخلهاش في فيستول. طب تاني حاجه اسمها سيمز سبيكولا، لحد ما ناخد الالات ونخليك الالات دي. بص الالات ده ان شاء الله باذن الله ريكورد 10 دقائق، الالات كامله مكمله، تخش تمسك الالات كده بدون الالات. السيمز سبيكولا ده عباره عن ايه؟ السيمز سبيكولا ده عباره عن سبيكولا. خلاص احنا عندنا اربعه سبيكولا في الفاجينا، كاسكو سبيكولا، سيمز سبيكولا، اوفر ذا سبيكولا، وبزود معاهم كده الفاجينا ريتراكتور عشان اخلص من كل الالات بتاعه الفاجينا. لحد ما ناخده السيمز سبيكولم ده عباره عن سبيكولم. انا الست بتقعد في حاجه اسمها بوزيشن اسمه السيمز بوزيشن، اللي هو ليفت لاترال بوزيشن. الطبيعي كل البوزيشنز اللي في دماغك لما اقول لك كلمه جاين او اوبس بيبقى عباره عن الليزوتوم بوزيشن، اللي هو الست اللي نايمه على السرير ورجليها يمين وشمال موجوده على حاجات كده ومفتوحه شويه. لا، السيمز ده عباره عن اكسجريجيتد ليفت لاترال بوزيشن، بتبقى نايمه على جنبها كده ورافعه رجليها شويه وهي نايمه ليفت لاترال. خلاص، والسيمز ده انا اللي بستعمله من الاخر. وظيفه السيمز سبيكولم ده علشان خاطر ده بيوريني الانتيرو فاجينال وول. ففكره الانتيرو فاجينال وول، مش انا قلت ان اشهر
فيستولا موجوده بتبقى الفازايكو فاجينال وهي انتيريور، فيبقى بتاع الانتيريور وول. ملخص الكلام لحد ما ناخد السيمز سبيكولم، كان هو ده اصل ده كده خلاص، انت كده خلصت لجنه السيمز سبيكولم، يعني انت بس تعرف شكله عامل ازاي وخلاص. كان ايه هي اليوزز بتاعت السيمز؟ بستعمله في حاله لما احب اشوف الانتيريور وول بتاع اليورينري بلادر، الانتيريور وول بتاع الفاجينا، عشان خاطر الفازايكو فاجينال فيستول. طيب بتكلم عن الاكزامينشن، قلنا انسبكشن اشوف البول وعلاماته، قلنا بالبيشن الاقي فايبرس اوبننج، قلنا سبيكولم بالسيمز سبيكولم في انهي بوزيشن في السيمز بوزيشن، قلنا تيست. في تيستات بتحصل، في تيستات بتحصل. ايه التيستات اللي بتحصل؟ جاست اسماء، ثلاث اسماء ثلاثه بحرف السي، كاسترايزيشن تيست، كليك تيست، كوتون سواب تيست، 3 كوتون سواب تيست. التيستات دي بتتعمل للدياجنوز بتاع الفيستول. خلاص ثلاث اسماء، مش مفيش تفاصيل. ايه في لو قاعد بقى فاضي اقرا بقى. يعني الكليك تيست ده بيقول لك عباره عن التيست اللي بعمله لما بحط جوه فوق في اليوريثرا قسطره بس بتبقى ميتاليك، وبحط من الفاجينا يوتراين ساوند، واليوتراين ساوند ميتاليك. لما اعمل الاثنين اسمع صوت كليك، يعني الاثنين يتقابلوا مع بعض. المفروض الاثنين ما يتقابلوش، ولا يلزمك انت عايز ثلاث كلمات. انا عايزك تعرف ان الدايجنوزس بتاع الفيستولا كان بيتم عن طريق سيمتومز واكزامينشن وانفستيجيشن، وكانت السيمتومز عباره عن اربع كلمات: بول خارج، دم خارج، تاثير جسدي، وتاثير نفسي. وكان الانكزامينشن بيحصل عن طريق اربع حاجات: انسبكشن، بالبيشن، سبيكولوم، وتست. وكان بالانسبكشن بشوف بعيني البول وبعلاماته، وبشوف في البالبيشن الفايبرس تيشو، وبالسبيك وبحس بالبالبيشن الفايبرس تيشو، وبالسبيكولوم بعمل بالسيمز سبيكولوم اللي في السيمز بوزيشن. والتستات كانوا ثلاثة بحرف السي: كاسترايزيشن تيست، كليك تيست، وثري كوتون سواب تيست. انفستيجيشن زودها، مهمة جدا الانفستيجيشن تزودها. معلش، واحد بعمل سيستوسكوب، اتنين سي تي بين قوسين سبايرال سي تي، ثلاثة واربعة هتطمن بقى على الكلية بسبب الباك بريشر اللي ممكن يحصل. فعندي حاجة اسمها اي في بي، او لو كان اصلا كونجنتال انوملي وهي عندها، ده كان كونجنتال انوملي غالبا هيبقى معاها اسوشيتد، فتطمن بقى. بعمل اي في بي وبعمل رينال الترا ساوند تاني، يبقى كام انفستيجيشن؟ اربعه. ايه هم؟ زودهم معلش كده: سيستوسكوب، سبايرال سي تي، اي في بي، ورينال الترا ساوند. كده خلصنا الدايجنوز. الدايجنوزز كان عباره عن سيمتومز واكزامينشن وانفستيجيشن. التريتمنت اسماء، كل المنهج مفيش فيه غير اسماء. اللهم ان كام عمليه في البرلابس بتعرف ايه هي الخطوات اللي بدلناها دي من دي. طيب ايه العلاج؟ قال لك العلاج، والله عندنا عمليات موجوده فاجينال وعمليات موجوده ابدومينال. العمليات اللي موجوده فاجينال اهم واشهر عمليه تبدا بيها اجابتك، سواء كان في السؤال ده كان موجود ريتن او سواء اتسالته في الراوند، عمليه اسمها دي دبلمنت اوبريشن. مش مهم تعرف اي حاجه عنها، دي دبلمنت اوبريشن. في عمليه باسم السبيكولم او الراجل اللي عامل الاثنين فاسمها سيمز اوبريشن. في عمليه استحس ان اسمها برينسيكال لاتس جو اوبريشن. وفي الاخر خالص الانتر بوزيشن اوبريشن. اربع عمليات، اربع عمليات اسماء: دي دبلت اوبريشن، ويا عم سيمز اوبريشن. شكرا. امال ابدومينال ده الجو بقى بتاع ده تيبيكال بقى جراحه: اكسترا بريتونيال ترانسفازايكال او انترا بريتونيال ترانسفازايكال اوبريشن. كده خلصنا موضوع الفيستول. الفيستول عباره عن ايه؟ الفيستول عباره عن ايه؟ خلاص ده كده عناوين. عناوين بقى: تعريف كوميونيكيشن بتوين فيميل جينتال تراكت ويورين تراكت، كلاسيفيكيشن اهم حاجه عندي ذا موست كومن از فازايكو فاجينال فيستولا، السكند از يوريترو فاجينال فيستولا. الاسباب: كونجينيتال انفلاماتوري تروماتيك نيوبلاستيك اراديشن. الاراديشن كان وحش عشان بيعمل اند ارترايتس اوبليترانس. التروماتيك كان في عندي حاجه اسمها اوبستاتريك تروما، جاينيكولوجيكال تروما، دايركت تروما. الاوبستاتريك تروما مين اللي بيعملها؟ الغشيم والمهمل، وبالتالي دي بتحصل في الديفلوبينج كانتري. الجاينا مين اللي بتحصل فين؟ في الديفلوبد كانتري، عمليات البرولابس والهيستيريكتوم والبسري. والدايركت دي بسبب واحده عملت عمليه. ازاي اشخص؟ ثلاثه: سيمتومز واكزامينشن وانفستيجيشن. طب اربعه: انفستيجيشن لعلاج الفيستول، سيستوسكوب، سبايرال سي تي، اي في بي، رينال الترا ساوند. طب اربعه: سيمتومز لحاله الفيستول، بول خارج، انكونتيننس، دم خارج، مينيوريا، سايكليك هيماتوريا، اللي قلنا بتحصل في حالتين: في حاله الفيستول فازايكويوتراين، وفي حاله الاندوميتريوزس. طيب بعد كده عندنا ممكن اشوف تاثير جسدي: السورنس والبريوريتس فالفا والليكوريا بسبب البول اللي خارج، وطبعا التاثير النفسي. طيب اكزامينشن بالانسبكشن هلاقي البول، بالبيشن هلاقي فايبرس اوبننج، سبيكولوم السيمز، والتست ثلاث حاجات بحرف السي: ازاي اعالج، اعرف دي ديفلوبمنت اوبريشن، والسيمز اوبريشن. طيب سؤال بقى رخامه بقى، بنتكلم في ليفل الرخامه الوحش. جه سؤال اسمه كوزس اوف ريكورنت فيستول. والله زي اي فيستول شغل جراح، كان حاجه بري اوبراتيف او اوبراتيف او بوست اوبراتيف. بوست اوبراتيف اتعرضت لانفكشن او تروما، اوبراتيف
انا اخترت عمليه غلط. بري اوبرتيف كان هي عندها باد جنرال كونديشن زي الدايابيتس مثلا، او كي اصلا عندها يو تي اي، او كانت من نوع الرخم اللي كان علاجه صعب اللي هو صح اراديش. طيب كلمتين صراع خالص خالص عند الريكتو فاجينال فيستولا، ما تذكرش اكتر من كده. اشهر سبب انفستيجيشن تريت ومنطقي، اشهر سبب اصل ايه بقى اللي هيوصلني الريكتم، اصل ما تتغشمش هنا مفيش بقى الجاينيكولوجيكال اوبريشن، انا برولابس ايه اللي هعمله من ورا، لا ده هنا بقى اوبستاتريك تروما في الديفلوبينج كونتري، وصيبه بقى اوبستاتريك بقى ده حلوف حلوف داخل بيعمل عمليه. طب انفستيجيشن جو بقى ريكتم بروكتوسكوب سيجمايدوسكوب او فيستولوجرافي. العلاج على حسب المكان، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، لو كانت فوق خالص ابر وان سيرد بعملها بابدومين الريبي، ما انا مش هوصل لها من تحت. طب لو من الميدل، الميدل شفت الميدل اللي فيه 2 دي يفكرك بالدي اللي كنا بنعملها في الفازايكو صح، اللي هي الدي دبلمنت اوبريشن، ثم اللور وان سيرد اللور بحرف ال اللي معاها لو سنتيتس اوبريشن. خد بالك ان السؤال ده اللي كان اتسال تريتمنت اوف ريكتو فاجينال فيستولا. خلاص المربع الاحمر ده عباره عن السؤال موجود في كتاب الدكتور مشالي برضه حبيت اقوله، هو بس مفرغ الكلام بيقول لك يعني في الفازايكو فاجينال فيستولا اشهر شكوى قلناها صح انكونتنس، ايه السبيكولم اللي بنستعمله قلناها السيمز سبيكولم، ايه البوزيشن اللي بنستعمله واحنا بنفحص بالسيمز سبيكولم السيمز بوزيشن، اشخص بايه سيستوسكوب اشهر حاجه، إيه لو انا عايز اعرف اشهر اوبستاتريك كوز السيزيريان طبعا، جاينيكولوجيكال كوز فاجينال هيستريكتوم قلنا في هيستريكتوم كلها، العلاج دي دبلمنت اوبريشن. الفيستولا مش محتاجه اكتر من كده، عناوين التعريف بتاعها الكلاسيفيكيشن كان ايه اسبابها، اربعه سيمتوم اربعه اكزامينيشن اربعه انفستيجيشن، ايه اللي يعمل ريكورنت اللي يعمل ريكتو فاجينال فيستولا. شكرا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الانكونتيننس، طبعا الانكونتيننس انا كنت ناوي برضو ورقه وحوار، بس الانكونتيننس اقل من احنا نديله اهتمام ان احنا نعمل له ورقه. ملخص الموضوع، الانكونتنس لو جه سؤال في الامتحان، السؤال اللي هيجي في الامتحان هو الجدول اللي في صفحة 169 المقارنة اللي ما بين الاسترس انكونتنس والارج انكونتنس، ده لو جه سؤال انكونتنس ده السؤال اللي هيجي خلاص. ولكن رفلي بسرعة كده عناوين، عناوين بس الكلام المهم، يعني ده يتلم في نص ورقة بالظبط، اقل من نص ورقة كمان خلاص. يعني ايه كلمة انكونتنس؟ involuntary escape of urine، طبعا ليه سوشيال وهيجينيك بروبلم. شكرا. ايه هي انواع اليورينري انكونتنس؟ قلنا ان انواع اليورينري انكونتنس بمنتهى البسيطه خالص حاجتين كبار او اتنين برود جروبس كبار كده، يا اما عشان كده شرحت الفيستول الاول بقى انت خلاص الدماغ هتلقط، يا اما حالات بيحصل فيها كونتينوس دريبلينج اليورين، يعني مفيش سبيسيفيك كونديشن حصلت معاها يبدا يحصل الدريبلينج، يعني الحاله بتاعت الفيستولا دي هي طول عمرها اصلا هتقعد تنزل يورين على طول، انما هل لما تقعد مثلا زي الاستريس انكونتيننس لما تكح جامد ينزل معاها يورين؟ لا. ففي نوعين، النوع الاولاني اسمه اكسترا يوريسرال انكونتيننس. يعني ايه اكسترا يوريسرال انكونتيننس؟ بالبلدي خالص اكسترا يوريسرال يعني هرب من الاسفنكتر هي التكف كده، انت هربت من الاسفنكتر بتاع اليوريثرا خلاص يا عم استحمل ان الانكونتيننس بتاعك هيبقى كونتينوس. انما الترانس يوريثرال هتلاقي دايما المتحكم في الخيله بتاعه الانكونتيننس كلها هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الاسفنكتر اللي موجود. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الاكسترا يوريثرال ده عباره عن كونتينوس دريبلنج زي ايه؟ زي حالات الفيستول من نوعين اللي احنا قلنا هنركنهم هناك، الترو انكونتيننس او الكومبليت انكونتيننس، البيشنت بتاعتك ما بيجيلهاش اصلا ديزاير ان هي تخش الحمام، لا هي طول ما هي قاعده طول ما هي قاعده اليورين عمال ينزل عليه بيعمل دريبلنج 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 دريبلنج، البلادر اصلا ما بتتملاش، ده هو اليورين شغال مصور فمش هيجيلها اصلا ديزاير. ده في حالات ايه؟ اول حاله لو في عندي بايلاترال يوريترو فاجينال فيستول، يعني اليورين طالع من الاثنين يوريتر مع بعض، او فازايكو فاجينال فيستولا بس كانت لارج كبير وتحت لو لارج، فلما تبقى لو لارج الموست ديمينانت بارت اليورين هيتجمع فيه فين؟ صح تحت خالص، فتحت وكانت كبيره فتنزل من الفاجينا على طول. على عكس البارادوكسيكال، هي البيشنت بيجي لها ديزاير تو ماكتيوريت ولكن لونج انترفال كتير، امتى؟ لو يونيلاترال يوريترو فاجينال فيستولا، او الفيستولا بتاعتك كانت سمول او فالفولار عند الفالف بالظبط، او هاي فازايكو فاجينال فيستولا، ف
فهي الفيستولا اهو، فهتفضل قاعده حبه انترفال كبير عم البلادر تقعد تتملى 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 ما الدنيا تحت كويس، توصل لليفل معين كده وبعدين تبدا بقى ايه كانك بتكب من ازازه كده، تقعد تكب 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 تكب. طب خدت اللونج انترفال ليه؟ لان البلادر من تحت كويسه. تمام، كل الكلام ده مش مهم. عناوين اكسترا يوريسرال ترانس يوريسرال، اكسترا يوريسرال بيبقى فيها كونتينوس دريبلنج عشان ام سي كيو، انما ترانس يوريسرال لا ده سيرتن كونديشن. طيب مش احنا قلنا ان الفرق بينهم السفنكتر؟ تعالى بقى الترانس يوريسرال دي منها انواع على حسب، دي بقى كل الانواع اللي انت بتسمع عنها في الانكونتنس. على فكره الانكونتنس ليه صوره موجوده في ملف الاوسكي، الاستريس انكونتنس ايرج انكونتنس ميكسد ما بين الاثنين، نكتورنال انيوريسس وريتنشن وز اوفر فلو. واحده واحده، اول حاجه خالص الريتنشن وز اوفر فلو ده حوار رفل كده بسرعه، الريتنشن وز اوفر فلو ده حوار الستات اللي بتفضل قاعده تحوش مش عايز تخش الحمام، تقعد 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 تقعد، فمره ورا مره ورا مره ورا مره السفنكتر ما يستحملش قوي فيحصل كونتينوس ليكج لليورين. بس البلادر هنا اخبارها ايه؟ كانت اوفر ديستندد. النكتورنال انيوريسس بسبب ده اللي هو البيد ويتنج بالليل، ده بسبب اي سبب بقى، اي حاجه ممكن، حاجه بقى نيوروجينيك، حاجه مثلا لو موجوده مثلا سايكاتري اي حاجه. طيب يبقى قال الاسترس والارج اللي جدول المقارنه بتاعهم ده السؤال اللي بيجي. طيب الاسترس انكونتيننس قصته بمنتهى البسط خالص هي عباره عن ايه؟ الاسترس انكونتيننس عباره عن ان السفنكتر، يعني بص الاسترس اللي بدا باس السفنكتر مش جدع، المفروض ان انا عندي السفنكتر بيستحمل لحد ضغط معين، بعد الضغط ده يبدا يفتح. الاسترس انكونتيننس السفنكتر ما بيستحملنيش، مجرد ان الضغط يزيد شويه في البطن الكف الضحك، نقول لك انا والله لما اضحك جامد جامد جامد، السنيزنج العطس الستريننج اي حاجه من الحاجات دي اللي يحصل، اي حاجه من الحاجات دي يبدا ينزل شويه دريبلنج اليور. امال الارج انكونتيننس؟ لا الارج انكونتيننس المشكله مش عندي فين بقى؟ المشكله مش عندي مش في السفنكتر، امال المشكله في الديتريوزر ماسل، المشكله عندي في الديتريوزر اكتيفيتي، المشكله عندي في اليورينري بلادر. اليورينري بلادر هي اللي مهبوله عماله تتحرك على طول يمين وشمال كتير 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 كتير، فهي اللي بتعمل انكونتيننس. ملخص الكلام ان الانكونتيننس الترانس يوريسرال خمس انواع، الاسترس انكونتيننس المشكله في السفنكتر، الارج انكونتيننس المشكله كانفكشن او انفلاميشن او نيوروجينيك اي حاجه في اليورينري بلادر بيعمل لي هايبر اكتيفيتي، الميكسد ما بين الاثنين نكتورنال انيورس ده البادويتنج والريتنشن از اوفر فلو ده بسبب الكورنيك ريتنشن. والسؤال ده ما بيجيش طبعا بقى، لو جه يا رب يجي يا رب يجي. تايبس اوف يورينري انكونتيننس يا رب يجي والله، اكسترا يوريسرال وترانس يوريسرال. الفكره في الاكسترا يوريسرال ده عمل اسكيب من الاسفنكتر ففي كونتينوس دريبلينج، انما الترانس يوريسرال معدي من الاسفنكتر ففي حالات معينه. طيب اللي احنا قلناه بقى الكلمتين اللي قلتهم في الاسترس هم دول، بيقول لك الاسترس انكونتيننس تحت في التعريف بتاعه بيقول لك عباره عن ايه؟ انفولنتري سكيب اوف يورين من اليوريثرا. ليه؟ لان الانترا فيزايكال بريشر اللي موجود في البلادر اكسيد الانترا يوريثرال بريشر. بس شفت الشرط in absence of diuresal activity، يعني عشان اقول ان الحاله دي absolute stress incontinence يبقى انا عندي بلادر اخبارها ايه؟ بلادر كويسه. اللي يهمني the commonest cause of urinary incontinence is stress incontinence، ده اشهر نوع. طيب ذاكرت ايه في الانكونترس؟ والله ما ذاكرت حاجه قسما بالله، اللي اتقرا ده ما يتقرا تاني اصلا، غلطه ان هو يتقرا تاني. عباره عن ايه؟ تعريف الانكونترنس involuntary skip of urine، التايبس بتاع اليورينري انكونتيننس اكسترا يوريسرال وترانس يوريسرال. ان الاكسترا يوريسرال ده عباره عن كونتينوس دريبلنج لان السفنكتر اصلا عدناه، فممكن يكون ترو او ممكن يكون بارادوكسيكال. وترانس يوريسرال ستريس اورجن ميكس دكتور انس تيتش اوف فلو. وان الستريس انكونتيننس عباره عن ان الفولنتري سكيب اوف يورين لان الانترا فيزايكال بريشر كان زايد عن الانترا يوريسرال بريشر فالسفنكتر ما عرفش يستحمل. والله ما يتذكر. طب ايه الريسك فاكتور؟ يعني ايه الريسك فاكتور؟ ده السؤال التاني، يعني رقم واحد السؤال الاولاني تايبس، السؤال التاني ريسك فاكتور. ايه الريسك فاكتور؟ او ايه الاسباب اللي تخلي واحده تخش في انكونتيننس؟ ارمط واحد كونجنتال، ممكن اصلا واحده يبقى عندها الكولاجين اللي المفروض ان هو يصنع السفنكتر ضعيف قليل جودته وحشه فالسفنكتر ضعيف، فلما الانترا فيزايكال بريشر بتاع اليورينري بلادر يعدي الانتر سفنكتر بريشر السفنكتر بتاع اليوريثرا يبدا يحصل سكيب اوف يورين. اتنين الريس وايت وومن، المره الوحيده والاولى والاخيره اللي هتسمع فيها ان في مرض
مشهور في الوايت وومن عن البلاك وومن هو الانكونتنتس. خد بالك عشان فاكر النيجروز كان في حاجات في الجاين وحاجات في الاوبس، كان في عندك الكانسر سيرفكس، كان في عندك البريكلامسيا، كان في التوينز، كلام ده مهم. طيب يبقى السي كونجينيتال فاكتور، الار ريشيال فاكتور، الام المينوبوز عشان حاله المينوبوز اللي بيحصل عشان خاطر الكلام ده كله كان الاستروجين بيقومه، كان هو اصلا الاستروجين ده كان ديبندنت ليه عشان خاطر يعمل ابيثيليال وسموث ماسل بروليفريشن، فلما يقل الست تخش منك في انكونتنس. طيب التي تروما، نفس الكلام اللي احنا قلناه ساعه لما كنا بنتكلم في الفيستول، عشان كده بحب اقول الفيستول الاول. طيب وفي الاخر خلص بيقول لك لو في نيورولوجيكال ليشن، والله حرام ان الكلام ده يتذاكر. هل انا سؤال منطقي ان الواحد هيقعد يقرا ان الانكونتنس عباره عن انفولنتري سكوب اوف يورين، وان من كان منه نوعين اكسترا يوريسرال وترانس يوريسرال، والاكسترا يوريسرال كان منه نوعين ترو وبارادوكسيكال او كومبليت وان كومبليت، والترانس يوريسرال كانوا خمس انواع، وان الاستريس انكونتنس بيحصل لما عندي ان الانكونتنس الانترافيزيكال بريشر يزيد عن الانترا يوريسرال بريشر، وان كان منه خمس اسباب او خمسه ريسك فاكتور كونجينيتال اصلا الكولاجين اللي عندها قليل او ريشيال في الوايت وومن، وده المرض الوحيد، او مينوبوزال عشان الاستروجين قل، او تروما زي فكره الفيستولا، اقسم بالله حرام، اقسم بالله حرام. طبعا التستات، التستات دي بقى اتكلمنا عنها كلها، القصه بتاعت ايه، القصه بتاعت بقى والله اللي لما كنا بنتكلم عن البرولابس. طيب الانفستيجيشن، يعني انا عرفت التعريف، عرفت الانواع، عرفت الاسباب، الانفستيجيشن حاجتين بحرف اليو، قال لك جاء حاله انكونتنس. تعالى افترض فرضا جدلا امتحان قذر بقى جاي من المريخ، قال لك قول لي اتنين انفستيجيشن، والله حاجتين بحرف اليو، هعمل يورين جوه مسالك يورين اناليسز، وبعمل يورو دايناميك تيست اللي كان اشهر حاجه فيها اسمه السيستومتري، شكرا شكرا، واليورو فلومتري طبعا، السيستومتري عشان نطمن على البلدر، واليورو فلومتري خلاص منتهى البسط خالص. طيب العلاج، مش انت بتقول لي في الاستريس انكونتنس ان مشكلتك ان السفنكتر ضعيف، لزقه. هلزقه ازاي؟ حاجه اسمها، علم لي كده على حاجه اسمها تي في تي، تنشن فري فاجينال تيب، عباره عن بلاستر كده بيخش يلزق بيه اللي عند السفنكتر فيقفل بيه، او علمني على حاجه اسمها بيري يوريسرال انجكشن اوف بالكينج ايجنت. مش انت المشكله في السفنكتر؟ احقن ماده تقفل على السفنكتر، تقفش على السفنكتر فتحل لك المشكله بمنتهى البساطه خالص. خلص الموضوع، خلص الموضوع. انا مش هذاكر انكونترنس، الانكونترنس عباره عن ايه؟ عباره عن انفولنتري سكيب اوف يورين، كان منه نوعين اكسترا يوريسرال وترانس يوريسرال، الاكسترا يوريسرال كونتينوس، الترانس يوريسرال لا ات سيرتن كونديشن. طب الاستريس انكونتيننس سببه ايه؟ ان الضغط اللي موجود جوه اليورينري بلادر زاد عن الضغط المفروض اليوريسرا بتحافظ عليه فينزل اليورين. طيب كان ايه هي الايتيولوجي او الريسك فاكتور؟ ارمت كونجينيتال فاكتور، ريشيال فاكتور، مينيبوزال فاكتور، تروما، وما انساش النيورو. طيب ايه كان ايه الانفستيجيشن؟ اتنين بحرف اليو، يورين اناليسيس ويورو دايناميك تيست. طب كان ايه العلاج؟ هاخد عمليتين، مال من هو السيرجيكال اللي هو عباره عن التنشن فري فاجينال تيب، والثانيه عباره عن بيري يوريسرال انجكشن لباركينج ايجنت. اخر حاجه خالص الجدول، وده المهم، بيكلمك عن الارجنسي انكونتيننس. احنا قلنا بقى ايه قصه الارجنسي انكونتيننس؟ هل المشكله في الارج انكونتيننس هي عباره عن السفنكتر؟ لا، المشكله فين بقى؟ في البلادر. بمنتهى البساطه خالص هي عباره عن ايه؟ البيشنت بيبقى عنده ارج رهيبه ان هو يخش الحمام، عايز اخش الحمام، وانس ان هو فكر ما بيلحقش اصلا، بيحصل انكونتيننس على طول. فهي عباره عن سترونج ديزاير ان البيشنت يمكتيوريت معاها انفولنتري سكيب اوف يورين عن طريق اليوريثرا. خلاص. طيب طبعا الاسباب، قلنا اشهر سبب كان فكره ايه؟ اشهر سبب كان فكره ان الديتيريوزر هايبر اكتيفيتي، البلادر هايج، فهي اللي بتعمل ارجنسي. الواحد لما بيبقى عنده شويه سيستيتس خفاف بيبقى عايز هيجري على الحمام، فعندي سنسوري ارج، وفي موتور ارج. طبعا السنسوري ارج ده مشكلته سي ان اس، والموتور ارج ده مشكلته مصل، مش مهم ما يلزمنيش. الجدول المهم بقى 50000 كيو كيو، مهم جدا. ايه الفرق ما بين الاستريس انكونتيننس والارج انكونتيننس؟ قلنا الكلام سهل متكرر خلاص. الفكره في الاستريس انكونتيننس اللي وايز السفنكتر، ايه اللي تعريف انفولنتري سكيب اوف يورين، ساعه الكافينج والسنيزنج والايفورت. امال الارج انكونتيننس المشكله فين؟ في اليورينري بلادر. ايه اللي بيحصل؟ عباره عن ايه؟ عباره عن سترونج ديزاير تو مكتيوريت معاها انفولنتري سكيب اوف يورين اول لما يفكر. طيب
بمنتهى البساطه خالص الاسباب حفظناها. سبب الاسترس عباره عن انترنال سفنكتريك ديفكت، مشكله في السفنكتر، انما سبب الارج العضله نفسها ديتريوزر انستابيليتي او هايبر ريفلكسيا كات نيورو. خلاص دول اتنين ديفينيشن واتيولوجي. اللي جاي بيلخبط هو ده المهم بقى. اللي جاي اول حاجه مين فيهم اللي لو عملت الاسترس تيست يطلع بوزيتيف؟ اليورين يحصل لما يتعرض لستريس، اكيد لستريس انكونتيننس. فانا فاكر ان كلمه الاسترس انكونتيننس بوزيتيف معاها الاسترس تيست. طيب مين فيهم اللي لو عملت يوروفلومتري علشان خاطر اقيس البلادر فيلينج؟ ما هو اليوروفلومتري ده، فاكر اليوروفلومتري كان عباره عن الحله، الولد اللي بيعمل بيبي في الحله، كان هو الحوار ده بشوف بيه اسس البلادر نفسها. مين فيهم اللي يطلع ابنورمال؟ اكيد الارج انكونتنس. يبقى مين فيهم اللي يطلع الاستريس تيست بتاعه بوزيتيف؟ الاستريس انكونتنس. طب مين فيهم اللي يطلع اليوروفلومتري بتاعه ابنورمال؟ الارج انكونتنس. اخر حاجه خالص لو قست اليوريثرال بلاج اليوريثرال بريشر، اليوريثرال بريشر مين فيهم اللي اليوريثرال بريشر بتاعه يطلع بايظ؟ اكيد الاستريس انكونتنس، لان المشكله موجوده في السفنكتر. طيب انما هل الارج انكونتنس السفنكتر في حاجه؟ لا. ملخص الكلام، انا عندي نوعين من الانكونتنس موجودين، ستريس انكونتنس وارج انكونتنس. الستريس انكونتنس بمنتهى البساطه خالص المشكله هنا في السفنكتر، انما الارج انكونتنس في البلادر. فانا لما اشوف السفنكتر اسس باي انفستيجيشن هيطلع المشكله في الستريس، انما في الارج لا، الارج المشكله في البلادر. مش مطلوب اكتر من كده في الانكونتنس كله. ده قصه الانكونتنس. خلاص بالنسبة لآخر موضوع وهو الأولد برينيال تير، الأولد كومبليت برينيال تير ده احنا هنقوله إن شاء الله بإذن الله في الأوبستاتريك. ليه جزء حلو كده في الليبر برضو يتقال بإذن الله. ده المعلومات الأساسية اللي محس الواحد محتاج يعرفها سواء كان في الإنكونتيننس أو سواء كان في الفيستولا، مش أكتر من كده. وإن شاء الله إن شاء الله يا رب أكون قدرت على قد ما أقدر يعني أوصل المعلومة إن شاء الله. شكراً.